قال مصدر في الرئاسة الفرنسية إن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترامب اتفقا بعد اجتماعهما اليوم في باريس على ضرورة تقديم السلطات السعودية معلومات كاملة عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الشهر الماضي في تركيا. وفي السياق ذاته قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا قدمت تسجيلات متعلقة بمقتل خاشقجي إلى كل من السعودية والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وطالب السعودية بأن تتصرف بعدل في هذه القضية على حد تعبيره، مؤكدا أن بلاده لا تملك أي وثيقة أو دليل على مكان جثمان خاشقجي. على وقع احتفالات إحياء الذكرى المئة لنهاية الحرب العالمية الأولى، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأمريكي دونالد ترامب في قصر الإليزيه. قضية خاشقجي كانت حاضرة ضمن محادثات الطرفين الرئيسان، وفي اجتماعهما القصير اتفقا على ضرورة تقديم السلطات السعودية معلومات كاملة عن مقتل الصحفي السعودي، كما أكدا على ضرورة ألا تتسبب قضية خاشقجي في زعزعة استقرار الشرق الأوسط، فيما قالا إنها يمكنها أن تتيح فرصة للتوصل إلى حل سياسي للحرب في اليمن. وفي أنقرة، خاشقجي كان حاضرا في تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبيل توجهه إلى باريس للمشاركة في احتفالاتها. أردوغان أكد أن بلاده أسمعت التسجيلات الصوتية الخاصة بعملية اغتيال خاشقجي لكل من السعودية والولايات المتحدة كما فرنسا وبريطانيا وألمانيا، مشددا على أنه لا داعي لما وصفه بمماطلة السعودية في القضية. لا توجد بيدنا أي وثيقة أو دليل على مكان جثمان جمال خاشقجي. فريق الاغتيال المكون من 18 شخصا يعرف بشكل قطعي الفاعل ويعرف إلى أين تم أخذ الجثمان. وزير الخارجية السعودي قال إنهم سلموا الجثمان للمتعامل المحلي، لكنهم ينكرون هذا الأمر الآن. لقد أسمعنا السعودية وباقي الدول مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا التسجيلات الصوتية، ولا داعي للمماطلة. القتلة هم بالتأكيد بين الأشخاص 15 أو 18، وليس هناك داعي للبحث عنهم في أي مكان آخر. تصريحات أردوغان تشير إلى أنه سيضع قضية خاشقجي على طاولة اجتماعاته التي سيعقدها مع نظرائه من الزعماء المشاركين في احتفالات باريس، أمر بلا شك سيزيد من الضغط الدولي على الرياض لتقديم المزيد من المعلومات والكشف عن حقيقة ما حدث لجثة خاشقجي ومن يقف خلف قرار تصفيته في قنصلية بلاده. وينضم إلينا من باريس مراسلنا كمال علواني. كمال، يعني ما هي أبرز النقاط التي يمكن أن نستخلصها من لقاء ماكرون ترامب لا سيما لناحية قضية خاشقجي؟ بالفعل هناك مجموعة من الخلاصات أدور إليها هذا المساء على ما قاله الرئيس التركي أردوغان. السعودية مطالبة بالتصرف بعدل في مقابل حسن نوايانا للانتهاء من هذه القضية، وإلا فإن الشبهة ستلصق بها نهائيا. الذي يمكن أن نقوله هذا المساء أن الجميع استمعوا إلى التسجيلات الصوتية التي أمدتهم بها السلطات التركية، القوى الكبرى على الأقل بريطانيا فرنسا الولايات المتحدة تعرف الأدلة الداغمة التي جاءت بها تلك التسجيلات الصوتية. الفرق اليوم أن كل استمع إلى هذه التسجيلات الصوتية في بلاده، ولكنهم يجتمعون في مئوية الحرب العالمية الأولى هنا ليتشاوروا، ليقول بعضهم للبعض الآخر ما عسى أن نفعله مع المملكة العربية السعودية. هي مطالبة الآن السلطات السعودية بالتصرف بعدل مقابل كما ذكرت حسن نوايا وتقدير من المجموعة الدولية. دعني كمال إذن على الذين ارتكبوا هذه
الجريمة أن يحاسبوا. نعم. دعني إذن كمال لمتابعة أكثر هذا الموضوع أتوجه إلى ضيفي وليد عباس الكاتب الصحفي الموجود أيضا في باريس. يعني كلام ماكرون وترامب أو على الأقل ما ذكرته يعني أوساط قصر الإليزي كان مقتضبا جدا لناحية خاشقجي، لكن له دلالات كثيرة لناحية أنه لا يعني يريدون معلومات كاملة من السعودية، لكن أيضا ارتباطا بعدم يعني زعزعة استقرار المنطقة، وأيضا بأنها ربما تتيح المجال لقضية اليمن. بالتفصيل بداية فكرة المعلومات الكاملة، هل هذا يعني أن هناك ضغطا على السعودية سيمارس؟ يعني مما لا شك فيه أن هناك نوع من الضغط على الأقل على المستوى الدبلوماسي أو أمام الرأي العام الفرنسي والعربي، أن هناك مطالبة للسعودية بتقديم روايتها لما حدث والتفاصيل التي بحوزتها لكي تستطيع سواء فرنسا، أتحدث عن فرنسا تحديدا، أن تأخذ موقف وتكون وجهة نظر حول ما حدث. ولكن يجب أيضا أن ننتبه إلى أن فرنسا منذ البداية تجنبت الخوض كثيرا في هذه القضية، هي وضعت موقف مبدئي حول ضرورة التحقيق بصورة شفافة ونزيهة ونقل كافة الحقائق إلى الأطراف الدولية وإلى الرأي العام دون إخفاء أي معلومات خاصة. ولكن حتى الآن ما بحوزة، يقول الفرنسيون أن ما بحوزتهم يأتي من الجانب التركي فقط، ولا توجد هناك الرواية السعودية إن صح التعبير. في الوقت ذاته فرنسا لا تريد لهذه القضية أن تتطور كثيرا وتؤثر على. سيد عباس، هل هذا الكلام هو يعني للتهرب من ممارسة ضغط على السعودية؟ بمعنى يعني ذكرت أنه لا يزال هناك أمل أن السعودية تقدم رواية يمكن من خلالها أن تقفل القضية على الحساب السعودي، ويعني يثقل أو ينزع عن كاهل فرنسا والولايات المتحدة فكرة الضغط التي يطالب بها الكونغرس وحتى أوساط فرنسية أيضا. يعني لا أعتقد أن فرنسا تريد أن تذهب بعيدا في هذا الموضوع، لأنه سينعكس سلبا على علاقاتها مع الرياض، وهي مهتمة للغاية بهذه العلاقات. هذه العلاقات لها أبعاد هامة كثيرا، سواء على مستوى صفقات السلاح، على مستوى المشاريع الاقتصادية الأخرى. إذن القصر الإليزي الرئيس إيمانويل ماكرون مهتم بالحفاظ على علاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية، ويرى فيها علاقات استراتيجية على المستوى الاقتصادي على الأقل، كما يرى فيها أيضا علاقات هامة، أو يرى أن موقع المملكة هام للحفاظ على نوع من الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. بالتالي لا أعتقد أن فرنسا متحمسة كثيرا لأن تصل هذه القضية إلى إدانة كبيرة للمملكة العربية السعودية. أو عند هذه النقطة سيد عباس، فكرة يعني عدم زعزعة استقرار المنطقة من خلال الحفاظ على استقرار السعودية، هل هذا يعني أن الكلام الذي كنا نسمع عنه لناحية موقع ولي العهد السعودي في الأسرة الحاكمة وموقع مصيره السياسي في الحكم، تريد فرنسا أن يعني تغلق الباب عليه نهائيا؟ عفوا لم أفهم، هل المقصود أسألك عن الكلام الذي كنا نسمعه عن مصير السياسي لولي العهد داخل الأسرة الحاكمة؟ كان هناك كلام أمريكي كثير بأنهم يعني يريدون إبعاده قليلا للتخفيف من وطأة تداعيات قضية خاشقجي، هل هذا ما نفهمه من كلام يعني البيان عن قصر الإليزي بأنه لا يجب لهذه القضية أن تزعزع استقرار المنطقة من خلال الحفاظ على استقرار السعودية؟ الفرنسيون كانوا حريصون للغاية منذ البداية على عدم الوصول إلى هذه النقطة في التعليقات وفي التصريحات، أي إملاء أو أن يظهروا بمظهر من يملي تحركات معينة على المملكة، سواء فيما يتعلق بموقع ولي العهد أو مواقع شخصيات أخرى. هذه عقيدة ثابتة في الدبلوماسية الفرنسية، أنه لا يجب مطلقا الإعلان أو التصريح يبدو منه أن هناك تدخل في شؤون داخلية لدولة أخرى.
هذا الأمر برز حقيقة أساسا في الولايات المتحدة وتحديدا من أوساط الكونغرس، من أوساط سواء نواب أو سيناتور في مجلس الشيوخ. حتى البيت الأبيض لا أعتقد أنه تحدث كثيرا في هذا الاتجاه. فرنسا يعني تعتبر نفسها خارج هذا الإطار، هي ليس لها أن تحدد من سيكون ولي العهد أو سيبقى أو سيرحل أو ستحدد مسؤولياته، ليست معنية بذلك. هي حاليا معنية على المستوى الدبلوماسي أن تحصل على الرؤية أو الرواية السعودية حول الموضوع، نتائج التحقيق السعودي، وأن تكشف الحقائق بشكل كامل بحيث يمكن بعد ذلك اتخاذ مواقف. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي وليد عباس، كنت معنا من باريس.